ميمونة آدم أبكر واحدة من الطالبات اللائي شاركنها في النسخة الأولى للمسابقة التي أشرف على تنظيمها المجلس الوطني للنساء الرائدات بتشاد، والذي مثلته أمينة كوجانا الرئيسة النائبة الأولى للمجلس، وذلك بهدف إظهار المواهب والأفكار المخفية في أذهان الفتيات. فكرة جاءت بها مجموعة التفكير والبحث لطلاب الدارسين لعلم الاجتماع بجامعة أنجمنا. فإلى جانب المتسابقة ميمونة شاركت 11 فتيات أخريات قدمنا مشاريعهن المتعلقة بموضوع المسابقة الذي كان مكانة المرأة في المجتمع. فأمام هذه الجموع الغفيرة شرحت كل واحدة منهن مشروعها للجنة التحكيم، مشاريع جميعها دارت حول استغلالية المرأة والحفاظ على صحتها عبر التوعية وإنشاء مراكز تعنى بها. وعقب التقديم تمكنت لجنة التحكيم من اقتناء 3 منهن. ففي المرتبة الأولى جاءت الطالبة المتسابقة مريم حنو من كلية الطب بجامعة أنجمنا، وقد كان المشروع الذي تسابقت فيه توعية النساء حول المتابعة الصحية خاصة أثناء الحمل. المشروع الجديد لأن هسه نشوفوا في الدكاترة في الأوبيتال عاملين جاي يموتوا بالكترة، يعني ما لقى يموتوا في أسئلة تيجي أنا أعرف لك هم يعني هم ما بعرفوا فايدة هنا الكونسلتاسيون برينات. أما المرتبة الثانية من هذه المسابقة كانت من نصيب جيب كالبي باتالي، وقد كان موضوعها العناية بالفتيات، فيما جاءت في المرتبة الثالثة الطالبة ميمونة آدم أبكر. أين المجلس على أولي التاليات؟ كل شيء مهم لنا عشان الموضوع والتم ده بيجي ما أخذ منا مكان يسوي. والثاني ده عنينا أوين كبار أمهات بنات كل فيه، لكن ندور نقرب الشباب ذاته في الجامعة عشان نينا اليوم جينا ما شاء الله وصلنا له في الزمن في زمان عينا اتديان لو كنا ده فكرة كويسة الاتديان عندنا عشان يكون ربط بين علينا وبين الاتديان لو ساعدنا فنيا معنويا في المشروع ده. وعليهم الحمد لله 12 بنات جو قدموا كل كان عنده فكرة عنده مشروع نساعده، عندنا كونتاك مع بارتنير مع الحكومة، إذا كان زول مرة عندها بنت عندها فكرة عندها مشروع نجو نساعدوها نمونتي بروجي ده ونقدمه للبارتنير.